اسمح لي احنا هنروح نشوف يعني جزء من لقاء ترامب النهارده مع تميم وايه اللي قاله له، ونرجع بقى نتناقش في ده زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه، نتناقش في تفاصيله. خلينا نشوف. And you've helped us with a magnificent military installation and military airport. Well, and I understand there's been another $8 billion invested. Thank goodness it was mostly your money, not ours. In fact, even better, it was all of their money, not ours. That's even better. Our mutual economic partnership is estimated at $185 billion, a number which we both intend to grow. This has already created more than 500,000 American jobs. You should all be happy, especially you, Mr. President. And you've helped us with a magnificent military installation and military airport. Well, and I understand there's been another $8 billion invested. Thank goodness it was mostly your money, not ours. In fact, even better, it was all of their money, not ours. That's even better. Our mutual economic partnership is estimated at $185 billion, a number which we both intend to grow. This has already created more than 500,000 American jobs. You should all be happy, especially you, Mr. President. يعني احنا شايفين تميم سعيد جدا وبيضحك، وترامب بيقول له انه القاعده العسكريه اللي في قطر اتعملت الحمد لله، ثانك جودنس، الحمد لله بجزء الاول، قال بجزء من اموالكم، وبعدين قال لا ده اتعملت باموالكم كلها اتعملت باموالكم. وتميم سعيد جدا وترامب يقوم له جمله زي دي، يعني اديك شايف طبعا حضرتك الضحكه قد ايه والابتسامه قد ايه وهو بيتقال له جمله زي دي. يعني بص يا فندم، هو يعني ما هذا رد الفعل على جمله زي دي؟ هو بيحاول يعني في كلمته، هو كان بيحاول ان يقدم، انا في تصوري يعني اللي المفروض يفهموه الامريكان ان هذه رشوه رسميه، يعني بيقول له انت المفروض تبقى فرحان. انت المفروض تبقى فرحان يا سياده الرئيس، يعني انت المفروض تبقى فرحان. طب هذا الاخ التميم الم يفكر في كم الضحايا من الشعوب العربيه، من اخواته العرب لو كان عربيا حقيقيا، اللي سقطوا ضحايا نتيجة هذه المؤامرات القطرية التركية على المنطقة العربية لفرض هذا المشروع الإخواني الأممي الظلامي على الدول العربية والمنطقة العربية لمصالح تحمي هذا النظام القطري، نظام الحمدين، وتحقق أحلام أردوغان في الخلافة؟ ما فكرش أن هذه الأموال يمكن أن تذهب إلى دعم أنشطة جامعة الدول العربية من أجل تفعيل أنشطتها وتفعيل دورها في يعني مواجهة الإشكاليات العديدة في المناطق العربية الشائكة؟ ما فكرش أن هو يدعم مشروعات التنمية المستدامة من أجل تنمية حقيقية للشعوب العربية؟ ما فكرش أنه يتوجه بهذه الأموال اللي هو فخور بها جدا وهو بيضحك يعني من اين سعاده غامره يعني. يعني انت جايب دم منين علشان تعمل اللي انت بتعمله ده؟ يعني الم تشعر للحظه وانت تتفاخر وتقدم فروض الولاء والطاعه بهذا المنظر ان هناك الافا من الضحايا شردوا، ان هناك الافا اصبحوا لاجئين مشردين في الحدود الاوروبيه، ان هناك الافا لقوا حتفهم في البحر وهم يحاولوا ان يهربوا من جحيم الحرب في سوريا وفي ليبيا؟ انت ما خدتش بالك انت ساهمت في جرائم شكلها ايه وما زلت حتى هذه اللحظه تساهم في هذه الجرائم؟ انت مش واخد بالك ان بالفلوس اللي انت بتدفعها دي انت بدل ما بتتوجه بيها الى مشروعات التنميه في الدول العربيه ما زلت تتوجه بيها الى دعم هذه التنظيمات التكفيريه الاجراميه والميليشيات الارهابيه على مستوى المنطقه العربيه؟ انت الفلوس اللي انت بتدفعها صاغرا للولايات المتحده الامريكيه دي بتوجهها لدعم ورعايه هذا التنظيم وعناصره وخلاياه سواء المقيمه على ارضك او في تركيا، انت بتوجهه لدعم المواقع الالكترونيه اللي بتصرفوا عليها ومراكز الابحاث، انت بتوجهوه الى دعم محاوله هدم الاوطان اللي تمسكت واخرها خطه الامل اللي صدرت برعايه ايمن نور في تركيا واستجابت ليها بعض العناصر اللي اطلقوا على نفسهم المبادره المدنيه او القوى المدنيه وهم بينفذوا مشروع الاخوان في الخارج. انتم ما بتفكروش ان انتم تساهموا بفعالية في تقوية منطقتكم العربية، بس انت فرحان انك بتحمي المصالح الامريكية في القاعدة العديد وبتوفر فرص عمل للامريكان على الاراضي القطرية؟ هو ده مصدر سعادتك؟ وفي النهاية كان الرد الواضح تماما وملامح الوش، انا عايز المصريين يتوقفوا عند ملامح
وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب وهو يتوجه بالحديث الى امير قطر. ايه اللي لاحظته في ملامح الوجه؟ يعني ايه اللي توقفت امامه؟ يعني عايز اقول له انت مش مكسوف او انت 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 ايه يعني؟ ملامح الوش واضحه تماما، يعني الا تشعر بالخجل يعني وانت جاي بتقول الكلام ده؟ يعني انت حسيت ان وجه ترامب بيقول كده لتميم؟ انت يعني هل تطرق اللقاء ما بينهم مثلا لجرائم الدوحه والجزيره ايضا من دعم الارهاب؟ هل تطرق اللقاء لامر مؤكد زي ده؟ مؤكد تم استعراض ده. ما بص يا فندم، يعني في حاجات احنا لا يمكن لنا الحكم عليها ولا يمكن لنا التعرف عليها، لكن مؤكد في زياره من هذا النوع بهذا الحجم حتى لو الرئيس الامريكي دونالد ترامب ما فتحهاش، مؤكد ان هذا الاخ اللي رايح بيتفضل على الامريكان او بيحاول ان يقدم رشوه للامريكان ويختمها بابتسامه لا معنى لها، مؤكد انه اثار هذه القضايا، ومؤكد انه كان في ردود واضحه وقويه على ما تقوم به هذه الدوله تحت الرعايه التركيه من محاولة هدم الجيوش الوطنية العربية، من محاولة تفكيك الدولة الوطنية العربية. مؤكد ان كل ده كان مثار، لان الدلائل والقرائن والثبوتات على هذه الانشطة الاجرامية على مدار الاعوام الثمانية الماضية كافية تماما من قبل الدول التي عانت ومن قبل الدول الاربعة الكبرى التي ترفض مثل هذا السلوك الاجرامي من الدولة القطرية.